دكتورة هالة السعيد موجودة معانا مشرفانا على التليفون. مساء الخير يا سيادة الوزير. أهلا وسهلا بحضرتك. طيب دكتورة هالة، خليني مع التصريح الأولاني لأن في كلام تاني برضه حضرتك قلتيه عن الوضع الاقتصادي. الجهاز الإداري للدولة متخم ومثقل بالأعباء وبالأعداد الزايدة، هل في أي خطة للتطوير، وخاصة إن إحنا طلع عندنا قانون الخدمة المدنية، إزاي يفعل وإزاي نشتغل بقى على هذه المنظومة يا فندم؟ بصي حضرتك، انا طبعا النهارده يعني شرفت بان انا كنت مع شباب الجامعات في المؤتمر الاقليمي الاول لشباب شمال الصعيد في جامعه الفيوم، وكان في جامعات بني سويف والمنيا والفيوم. والحقيقه طبعا يعني زي ما بقول ومعاك يعني زميلي الدكتور معتز، الواحد كاساتذه الجامعات بنسعد جدا بان احنا بنبقى دايما وسط شباب الجامعات، ويمكن دي تاني مره التقي مع شباب الجامعات خلال اسبوع واحد. كنت قبل كده الاسبوع اللي فات ايضا في محاكاه، نموذج محاكاه مجلس الوزراء في قمه الجامعات المصريه. حقيقه طاقه يعني وابداع والهام وكل شيء. لكن كان هو السؤال الحقيقه اللي كان الشباب بيطرحوا، احنا امتى هتفتحوا باب التعيينات؟ فانا قلت لهم انه يعني اذا انتوا يرضيكوا، احنا النهارده معدل الموظفين للمواطنين واحد لكل 20 مواطن في موظف. واحنا مش موجود على مستوى العالم، وفي بعض الدول اللي عندها نفس المعدلات، ولكن المتوسطات العالميه في بتبقى في حدود من 1 إلى 80 او من 1 إلى 90. طبعا في دول اكثر تقدما بيبقى 1 إلى 140 زي المانيا، ولكن احنا بنقول المتوسطات العالميه 1 لـ80 موظف لكل 80 مواطن. بقول لهم انتوا راضيين عن مستوى الخدمات على ان رغم ان انتوا عندكم عدد يعتبر مثالي، يعني كل موظف يخدم 20 مواطن؟ فقالوا لي لا. فقلت لهم طيب، يعني اذا انتوا النهارده بتطلبوا مننا ان احنا نفتح باب التعيينات واحنا عندنا عدد كبير، احنا النهارده طبعا عندنا دراسه الجهاز المركزي للتنظيم والاداره، ينتهي يعني في خلال اسابيع من دراسه الفائض والعجز الموجود في القطاعات، بحيث ان احنا نقدر نبتدي نشتغل على تدوير الفائض للاماكن. في اماكن فيها عجز اكيد في الجهاز الاداري للدوله، لكن في اماكن كتير فيها فائض، فنبتدي نشتغل على ان احنا ندور الفائض ده الى العجز في الاماكن دي. ولكن في نفس الوقت احنا بنشتغل في اكتر من حاجه ثانيه، يعني اكتر من محور. المحور الاول زي ما اتفضلتي كده، هناك قانون الخدمه المدنيه، والقانون ده الحقيقه عمل يعني هو كان قاعده تشريعيه مهمه جدا، رغم ان انا يعني اؤمن بان التشريع ليس هو اساس الاصلاح، هو جزء من الاصلاح، ولكن الاجراءات اللي بتتم بعد كده تبقى هي الاصلاح اللي بيتم فعلا. لكن هو احنا كنا محتاجين قاعده تشريعيه، لانه كان هناك بعض المفاهيم وبعض الثقافات الموجوده في الجهاز الاداري كانت ثابته وراسخه، منها ان احنا لازم نعين قرايبنا، ان انا لازم اعين ابني واعين اخويا واعين جوزي، ده حق مكتسب. المكان ده بتاعي وبالتالي لازم اعين عيلتي فيه. الحقيقه القانون منع هذا، واعتبر ان هذا تضارب مصالح، وقال لك ما اقدرش اعين حد من الاقارب بتوعي في بس ده على الجديد، لكن اللي موجود دلوقتي ده امر واقع ودول مراكز قانونيه. طبعا. لكن قصدي النهارده كان الناس كلها بتعتبر انه لا، ازاي ده مكاني ولازم اعين ابني في فخ، فده مفهوم يا فندم. الحاجه الثانيه ان احنا كنا واحنا بنعمل تقييمات، وده انا سامعه دكتور معتز بيتكلم على الثواب والعقاب، احنا واحنا بنتكلم الحقيقه الاثابه والتقييم شيء مهم جدا. احنا كان ايضا كل العاملين في الجهاز الاداري للدوله كلهم بياخدوا امتياز، لازم باي ديفولت كله لازم تقييمه يبقى ممتاز، عشان ولو الترقية. عشان الترقية وعشان كل حوافزه وكل المكافآت بتاعته بترتبط بالتقييم. النهارده لا، بقى في تقييم، والتقييم ده بيعتمد على ما يطلق عليه البيل كيرف او شكل الجرس، بحيث انه الناس الطبيعي، احنا بشر، الطبيعي ان يبقى في ناس جايبه امتياز، ناس جايبه جيد جدا، ناس جايبه جيد، وناس تحتاج الى تطوير. الحاجة الثالثة ان احنا النهاردة احنا كوزارة، وده برضو اللي بحب اكيد، احنا بنضع السياسات وبنساعد، ولكن كل جهة بتقوم بعملية التطوير من خلال الادوات بتاعتها يعني. فاحنا من ضمن الحاجات النواة للتطوير ان احنا بننشئ وحدات الموارد البشرية، وبدأنا بالفعل الحمد لله في وضع التوصيف الوظيفي لوحدتين جداد، هما وحدة الموارد البشرية ووحدة المراجعة الداخلية والتدقيق. دول وحدتين دورهم مهم جدا في التطوير داخل الجهاز الإداري. فوحدات الموارد البشرية دي بدأنا أول برنامج تدريبي للموارد البشرية، احنا بقى مش بنتكلم على شؤون موظفين، لأ انا بتكلم على الموارد البشرية، بتكلم موارد بشرية لها نظام تقييم، بتكلم على سيستم مميكن، بتكلم النهاردة على ناس بيبقى عندها نظام إثابة، بتكلم النهاردة على طريقة معينة في الربط التدريب